مشاهدينا الأعزاء، عنواننا الأول والوحيد في فقرة أخبار البلد لهذا اليوم في هذه الحلقة الجميلة اللي راح تعرفون ليش قلت عنها جميلة بعد هذا الكليب. خلونا نشوف الكليب هذا بين، طبعا هي لحظات باسمة وجميلة بين صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وأطفال متلازمة الداون. نشوف الكليب ونرجع. مساكم الله بالخير، كيف صحتكم؟ طال عمرك ما شاء الله. شوف الشباب والشابات امورهم طيبه ان شاء الله، هذا الاهم شيء عندنا. اي والله اهم شيء. جزاكم الله خير على ما تقومون به. شعرك حلو انت. عفوا. انا الحمد لله على شغلك انت. شعرك ما جمل. يا رب النصر يفوز. رتبها ان شاء الله. تحب النصر انت؟ اكيد. انا ما عندي اي ميول ابشرك. يا رب افوزوني ان شاء الله. يصير مباراه جيده ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. الله يصلح. الله يصلح. مشاهدينا الأعزاء، لتسليط الضوء أكثر على هذه اللحظات الباسمة اللي كانت موجودة بين الأمير محمد بن نايف وأطفال متلازمة داون، يسرني أن أرحب بداية بالمداخلة الهاتفية من الأستاذة سناء ملك، المديرة العامة لمدارس محمد بن نايف بن عبد العزيز لمتلازمة الداون. حياك الله أستاذة سناء. أهلا وسهلا أستاذ عبد. يا أهلا وسهلا أستاذة سناء. يعني بداية شاهدنا هذه الزيارة وشاهدنا هذه اللحظات الباسمة الجميلة حقيقة اللي جمعت الأمير محمد بن نايف وأطفال متلازمة داون، يعني كان الهدف من هذه الزيارة وشو أستاذة سناء بداية؟ بداية أحب أتوجه لقيادتنا الرشيدة ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بالمواطن وخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. الهدف الرئيسي بصراحة كانت من زيارة أبنائنا للسلام على سموه الكريم وتقديم الشكر والتقدير لدعمه اللامحدود لمدارس محمد بن نايف بن عبد العزيز المتلازمة داون منذ تولي سموه الرئاسة الفخرية لجمعية صوت متلازمة داون. جميل. أستاذة سناء، يعني لو تعطينا نبذة عن هذه المدرسة أو المدارس حتى أنه السادة المشاهدين أنا متأكد أنهم هم يعني يرغبون حقيقة بتفاصيل أكثر عن هذه المدارس وعن جهودها وعن أهدافها وما تقوم به. بالفعل مدارس محمد بن نايف بن عبد العزيز لمتلازمة داون هي في مدينة الرياض وهي مدارس غير ربحية تعنى بتحقيق مستقبل يعيش فيه ذوي متلازمة داون مستقلين منتجين في المجتمع عن طريق تقديم تعليم ذو مستوى عالمي. تعد المدارس أول مركز نموذجي تعليمي متخصص على مستوى الشرق الأوسط يقدم خدمات لذوي متلازمة داون منذ الولادة وحتى التدريب المنتهي بالتوظيف. جميل. وقد حققت المدارس العديد من الإنجازات والجوائز العالمية والوطنية في مقدمتها جائزة الأبحاث والتعليم لمتلازمة داون عام 2010 من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى جائزة. جميل. الأميرة صيصة بنت عبد العزيز لعام 2015 للتميز في برنامج القراءة. ومنذ تولي سمو ولي العهد الرئاسة الفخرية لجمعية صوت تبرع سموه الكريم بإنشاء مدارس على حساب سموه الخاص لخدمة أبنائنا في محافظة جدة. جميل. احنا نشكرك أستاذة سناء طبعا على سمي. تفضلي، يبدو أنه عندك تفاصيل أكثر ودك تكملينها. عندي الانطباع عن زيارتنا كان بالفعل يوم تاريخي في حياة أبنائنا من ذوي متلازمة داون. بالفعل تعجز الكلمات عن وصف مدى فخرنا وسعادتنا بزيارة ولقاء سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. استقبلنا بكل رحابة صدر، أدخل سموه الكريم السعادة والبهجة على أبنائه في موقف أبوي عظيم وغير مستغرب عن سموه الكريم. ففي بداية لقاء سموه مع أبنائنا كان شدد علينا بالاهتمام بهذه الفئة الغالية حيث ذكر حفظه الله هذولي أهم شيء عندنا وهي إمانة نحملها على أعناقنا لنقدم لهم الرعاية والاهتمام الذي يليق بهم.
وكان لقاء مع سموه مع أبنائنا لقاء أبوي بمعنى الكلمة، حيث كان سموه مهتما بالجميع من خلال حديثه مع أبنائه بكل عفوية واهتمامه بالصغير منهم قبل الكبير، مما ترك أثرا كبيرا لن ينساه الجميع. وخلال المقابلة، مقابلة سمو ولي العهد لأبنائه الطلاب، كان سموه حريصا على الوقوف بنفسه على راحتهم لاستفسار منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وما يرغبون فيه من احتياجات لتلبيتها. جميل. في الختام باسمي ونيابة عن جميع منسوبي المدارس وأبنائنا الطلاب وأهاليهم، نتقدم بوافر الشكر والثناء لسمو ولي العهد على جل اهتمامه وجهوده لدعم العمل الخيري. بالفعل وحقيقة يعجز لساني عن التعبير عن مدى شكرنا وامتناننا لما حظي به أبنائنا من ذوي متلازمة داون بوقوف سموه شخصيا على راحتهم وتوفير كافة احتياجاتهم. ولا يسعني إلا أن أدعو للمولى عز وجل أن يوفق سموه الكريم لعمل الخير ويطيل في عمره ويجزي سموه عنا وعن أبنائنا خير الجزاء. اللهم امين. سادة سناء، الشكر الجزيل على مشاركتك اليوم وكذلك على جهودك حقيقة المبذولة، شكرا جزيلا. يسعدني أن أكون معكم، شكرا لكم بهذا اللقاء. تشرفنا، حياك الله. طبعا مشاهدينا، يعني لتسليط الضوء أكثر على هذه اللحظات الجميلة اللي شاهدناها والأستاذة سناء تتكلم معنا عبر الهاتف، يسرني أن أرحب بضيوفي الكرام، بداية عبد الله العمري. عبد الله يا أهلا وسهلا. شخباركم؟ حياك الله، نورتنا اليوم. نورت اليوم. الله يسعدك يا رب. وكذلك طبعا عبد الله آل سعود، حياك الله. نورتك. يا اهلا وسهلا. طبعا انتم نورتوني اليوم في استديو الاخباريه، انا يعني يشرفني كثير حضوركم حقيقه، سعدت كثير في وجودكم وسعدت كثير حقيقه انكم انتم اليوم موجودين. شفنا اللقطات مع بعض ولا لا من لقائكم مع الامير محمد بن نايف، وش كان انطباعك بدايه عبد الله لما شفت الامير محمد بن نايف؟ نايف سلمت عليه. إيه سلمت عليه وبسط. كان مبسوط؟ مبسوط والله. فرحانين. بس سدين مثلاً هو أقرب لي صدق أبوي. حلو. طيب وعبد الله، يعني أنت الآن لما سلمت على الأمير محمد بن نايف كان مبسوط تقول؟ إيه كان مبسوط. طيب وأنتوا كنتوا مبسوطين؟ الحمد لله. الحمد لله. وش قال لكم؟ قال محمد نايف السلام عليكم، اسمه أمير، أنا طالب عبد الله فهد العمري، احنا فخرين انك رئيس فخري، اشهد انك خير خلف لخير السلف. جميل. حلو. وعبد الله انت وش قلت له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سامو انا اسمي عبد الله بدر آل سعود من سنة بدين جد مثلا حسنك، اشهد انك كل فعل. حلو حلو. وهو ايش قال لكم؟ تذكرون ايش قال لكم؟ ايه ايش قال لكم؟ قال محمد ضحك. ضحك. الحمد لله. ضحك. مس سدين. حلو. انتم تدرسون مع بعض صح ولا لا؟ ايه مع بعض. في مدرسة واحدة؟ مدرسة واحدة، في بس بنات في العيال. في عيال وبنات. عيال وبنات. مدرستين. امير محمد. حيطين بعد. حلو. مدارس امير محمد. في أسفل بن، في أسفل، في أحمد، في أخضر، نايف. حلو. ثانوية بانين. حلو. طيب ويعني أنا كدنا اسمه محمد نايف بس داني النهضة. حلو. أنا سألتك سؤال عبد الله قبل أن نطلع على الهواء، قلت لك وحتى سألتك أنت برضو عبد الله، سألتكم اثنينكم إيش تبغون تصيرون في المستقبل؟ أنت وش تبغى تصير في المستقبل؟ أنا لا غير النصر، خلينا الحين من النصر، راح نتكلم عن النصر، حب النصر مشغلك. طيب وش تبغى تصير في المستقبل؟ ايش الوظيفه اللي تبغى تصير فيها في المستقبل؟ تبغى شغل. تبغى شغل. شغل طبيعي. حلو حلو. وانت عبد الله سام وش تبغى تصير في المستقبل؟ ايش الوظيفه اللي تبغاها في المستقبل؟ عندي وظيفه شغل هناك. حلو. عشان اصير انا ملك خالد، عشان اكسر. حلو. طيب تشجع الهلال ولا النصر عبد الله؟ هلال. هلال. وانت وش تشجع؟ نصر. نصر. طيب الحين اذا تشجع الهلال، انت قلت انه في رساله تبغى توجهها وفي طلب صح ولا لا للهلال؟ صح. طيب وش الطلب؟ عشان تحمل المساعد قال مدرب
ما أنتبه أشلوب ما أنتبه أليوك وياسر إيه؟ بس كذا مساح الله يسر نسر نسر هو كسر سلة بلنتي جاء حكم حكم عاد كرت أحمر لا كرت أصفر أصفر إيه من فريدي من هلال قال فريدي كان هلال إيش قالوا عشان نصر 2-0 نصر على أستر إن شاء الله. طيب وأنت برضو عندك طلب يا عبد الله صح؟ إيه. للنصر. إيه أكيد. يلا وش الطلب؟ أم فريدي كان في هلال بعدين راح الاتحاد بس زعلان راح نصر. صح. أنا ولا فريدي أعزه وأحبه. طيب. وهدينا فتاة كان في شباب كان في الاتحاد كان شباب كان في النصر. والحمد لله نصر مخرورة والحمد لله. طيب في برضو طلب عشان انت تبغى تحضر النهائي وتمسك الكاس صح ولا لا؟ ايه بمسك الكاس ان شاء الله تذيك من كده من الاتحاد بعد. طيب اذا يعني انت تبغى اكيد انك تبغى الكاس للنصر اكيد طبعا ما تبغى الكاس للاتحاد؟ لا لا. طيب وانت تبغى الكاس هلالي او الدوري هلالي؟ خلاص بس عليهم شهر اثنين نجيب الكاس انا احفل فيه نزل تحت ملعب. طيب شايف بس عليهم الكاتش هذا من كتاب الهلال. حلو. طيب هي في منافسة بينكم أجل. إيه. نصر وهلال. طب الحين أنا يعني أبغى أسألكم سؤال مهم جدا يعني أنتوا إيش تتعلمون في مدارسكم في المدرسة إيش تتعلمون؟ ترى عندنا قراءة. حلو. رياض. حلو. عدد فردي عدد زوجي. وفي جغرافيا والدين العلوم تواصل. جميل. حلو كل المواد يعني كده شيء. أعطيكوا شيء قول لي أول خميس كان في نصر صح؟ ما أعطوا راتب سنة فلوس ما أعطي سنة فلوس ولا راتب راح دوق قال من هلال مشوه. طيب وش أحلى مادة وأحب مادة عندك في المدرسة يا عبد الله؟ قرآن أو طباعة كتابة جامع من همل. حلو وانت عبد الله وش أحلى مادة عندك؟ أنا أحلى عشان عبد الرحمن الساعد. لا خلك من عبد الرحمن أنت الكورة خلوك من الكورة الحين احنا نتكلم عن الدراسة دراسة ترى أهم من الكورة الحين سؤال وش أحلى مادة عندك تحب القراءة أكثر ولا أنا أحب عدد فردي تحب الرياضيات ما شاء الله إيه حلو فردي عدد زوجي حلو كما عدد فردي واحد تسعة حلو سبعة حلو واحد تسعة سبعة خمسة okay. سبعة حلو عدد زوجي عشرة ثمانية ستة وأربعة أربعة وصفر حلو أنا قاعد أغشش شوي ها سنة الضرب تحب جدول الضرب أيوة. الحين يعني إذا جينا نتكلم عن الرياضيات أنتم ما شاء الله كلكم تحبون الرياضيات إيه أكيد بس أهم شيء القرآن أهم شيء القرآن حلو وأنت عبد الله سام وأنت قبل شوي قاعد تتكلم وش تقول كنا عنا ضرب قسم يعني ما شاء الله حتى الضرب والقسمة كمان إيه أنا عارف القرآن أنا كم تحفظ من القرآن عبد الله وامو كلهم حلو كثير سور أجل أنا عادي أقرأ لك يلا اقرا لي بسم الله الرحمن الرحيم ربي فلق ومن شر ما خلق ومن شر خاسق اذا وقب نفاديتي من الحسد برافو طيب وانت يا عبد الله انا اقرا القران برضو تحب القران اي احب القران ما شاء الله يعني انتم الحين رياضيات وقران هذه احب المادتين عندكم إيه. في قران في قران وش اقرانه لا خلينا الحين من المواد احنا تكلمنا عن المواد القرآن تحبونه والرياضيات تحبونها وتحبون الهلال والنصر صح انا هلال ما تحب النصر ما احب ليه انا النصر ما احب هلال ما أحب بس في روح رياضية يعني لو انهزم النصر عادي اي عادي حلو بس امس بس ما احب هلال ما احب الاهلي ما احب الاتحاد بس اهم شيء لما انت قلت الامير محمد بن نايف انك تحب النصر صح اي بالضبط وش قال خلاص دخلت كاس ترى تحت معاهم تسمعهم هم باص وتون بيتنا
اهم شيء هذا. طب وانت برضو عندك روح رياضيه؟ اذا فاز الهلال عادي واذا انهزم عادي؟ عادي والله. مش كل شيء عشان هلال الدرب الصح عقاد عشان قال سامي جاب الدرب شباب عشان فيه رئيس هلال عشان عقبه. حلو. بس الهلال جو قولي بس الهلال جو مشاكل درب مساعد هم خلط درب من تركي وكحلان هاي مشكلة. تحب فيصل بن تركي كحلان؟ بس 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 درب مساعد شوي يخطئ نصر هاي مشكلة. طيب احنا يعني هذه الكورة دائما ترى هي ربح وخسارة واحنا لازم تكون عندنا روح رياضية صح؟ حتى اتحاد واهلي كاس ما بجوهرة فلا اهلي الا اتحاد مثلا. بس انه عادي اهم شيء يكون عندنا روح رياضية عادي. يعني لو انهزم الهلال او النصر الاندية اللي انتم تشجعونها عادي احنا نصفق للفريق اللي فايز صح ولا لا؟ كل فاز خسر فريقنا قلت لك كل فاز قلت مبروك. برافو عليك هذا اللي احنا نبغاه تقول مبروك للفريق الفايز حتى لو ما كان النصر او الهلال زين كل قلت لك. حلو حلو. طيب الحين انت قلت لي عبد الله انت بالذات قلت لي قبل لا نطلع على الهواء انك تبغى تبغى بزنس. بزنس. طيب خلينا احنا عندنا مفاجاه زين مشاهدينا معنا عبر الهاتف سمو الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي النصر. حياك الله سمو الامير. هلا مساك الله بالخير واحب أسلم على أخوي عبد الله وإن شاء الله بعد إن شاء الله نطور بالكاس إن شاء الله وأكثر من كاس بإذن الله. هذا عبد الله هذا عبد الله عندنا يعني هو ودي يوجه لك كلمة فلو تسمع سمو الأمير. ها عبد الله. أنا سمو الأمير أبغى فوز النصر. الله يطول عمرك يا حبيبي. زي ما عمي عمي أبغى فوز النصر عمي. الله يطول عمرك يا أخوي. لازم بغيت كاس ابغى احفز معكم الدعم المحرج معليش الامير. سمعت سمو الامير يقول لك انا ابي نبي نفوز اولا الفوز يبي الفوز للنصر هذا اولا وثانيا يبغى يتصور مع الكاس ويتصور معك. ابد مو بيتصور مع الكاس احنا نحتري في النادي الان وان شاء الله في النهائي بالضبط. سمو الامير سمو الامير وين مشايخ مشايخ وينه؟ سمي حبيبي وين مشايخ؟ يسأل عن المشيقح سمو الأمير. هو ترى عبد الله رياضي بحت يعني هو أسئلة رياضية. أبغى حكام أبغى حكام أجانب. ويبغى حكام أجانب. لا إن شاء الله حكام أجانب. سمعنا حنا رئيس الاتحاد اللي قال بيجيبون حكام أجانب بإذن الله ونسعد بالانتصار ونسعدكم يا رب. هو ترى على فكرة سمو الأمير عبد الله من كثر ما هو مطلع ما شاء الله تبارك الله على الرياضة وعلى النصر يصلح محلل رياضي. ان شاء الله انا ترى دردشت انا وياه تحت الهواء كل الكلام اللي قاعد يقوله على النصر. سمو الامير ابغى مدرب صح. الله يطول عمرك ان شاء الله يا اخوي. سمو الامير طبعا سمو الامير رجل عمي سلام عليك ترى طبعا كلهم يسلمون عليك سواء عبد الله العمري او عبد الله السعود اثنينهم يسلمون عليك كثير السلام. حتى عبد الله العمري ترى هلالي بس برضه يسلم عليك ويتمنوا لك التوفيق في النهائي فان شاء الله ما يوفقكم في الباقي. طيب سمو الامير اسمح لي اسالك سؤال بحكم انه احنا يعني كسبناك معنا على الهواء في استوديو الاخباريه. البرنامج هذا مش رياضي البرنامج اجتماعي طبعا احنا يعني نؤمن بانه الانديه الرياضيه يعني كثير جدا تخدم في المجال الثقافي والاجتماعي غير طبعا الرياضه والاكيد انه هي اساسها يعني الرياضه. نتكلم عن الأندية الاجتماعية هل راح يكون في اهتمام أكثر في بعض الأنشطة الاجتماعية اللي فعلا يحتاجها المجتمع سمو الأمير؟ سمو الأمير والله والله احنا في نادي النصر نادي رياضي اجتماعي جميل. ثقافي في نفس الوقت وعندنا إدارة اجتماعية الحمد لله تقوم بعمل فعال سمو الأمير وإن شاء الله عندنا فعاليات كبيرة في نادي النصر بالنسبة للناحية الاجتماعية. سم ها عبد الله يبغى يقول اخر سمو الامير سم كان جاب كان جاب بلانتين بشوط كوره سم يا حبيبي. طيب سمو الامير قبل الختام يعني عندكم مباراه النهائي مع الاتحاد استعداداتكم على اتم وجه ونتوقع انها يعني هل تتوقعون انها نصراويه ولا متاكدين؟ والله احنا نفكر في مباراه النهضه مباراه الاتحاد بعد مباراتين يعني احنا الفريق الوحيد الحمد لله اللي ينافس على جميع البطولات. مبروك سمو الامير الاهلي اهل النصر الله يبارك فيك
الله يبارك فيك يا ابوي. طيب يعطيك الف عافيه سمو الامير وشكرا جزيلا على المشاركه. تسلم الله يطول عمرك. يعطيك الف عافيه. طبعا مشاهدينا احنا مثل ما شاهدنا من سمو الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي النصر حقيقه بلا اي ميول، وانا لا يعني ما عندي ميول نهائيا، انا ميولي اجتماعيه 100% ولخدمه الوطن والمواطن، ولكن حقيقه ما نشاهده من المبادره هذه من الامير فيصل بن تركي تثبت بانه فعلا انديتنا رياضيه ثقافيه اجتماعيه، ونحتاج المزيد من رؤساء الانديه، نحتاج المزيد من الانديه سواء انديه الدرجه الممتازه او حتى الاولى والثانيه. عبد الله طبعا الشكر الجزيل لكم عبد الله وعبد الله، شكرا جزيلا. نورتوني عبد الله عبد بن بدر. ونعم فيكم اثنينكم ونورتوني عزيزي. وانا سعيد جدا حقيقه في لقائي معكم اليوم، الف شكر. شكرا لك. ابغى فوزين ان شاء الله كذا الهلال. ابد ابشر. طيب طبعا انا اشكركم مره ثانيه، شكرا عبد الله وشكرا عبد الله، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.